كات كاي محمد رمضان محمد رمضان اليمن الله يا سبعي انسحاب تكتيكي يعني انسحاب تكتيكي ما فيش مارس مال كات فعل كات نفسه طبعا هذا الدم كنا لوكيشن الدم عام كسكو يحلى حق الغالي ابن الغالي اي والله اني حق الغالي ابن الغالي بعد سرقه الرعب بعد بعد قربه هذا بس صفصه صفصه صح سام 27 اكشن اول ما بسيت استدائر في هذا المستشفى متخيل انه مطعم عائلات بعد جيت ادعيه للمرض قلت له يا مباشر بعد تيجي جاب 10 طنوش مغذي برس الله يحفظك نسيت التعب الله يحفظك ان شاء الله ما تعبش نهائيا كات شوف على جيب سري اذا عشان كلوز وهي بتضحك وهي بتسمعي بتشوفي راجع وهي بتسمعي عشان اذا زب طولت الزب جمعي مجال هلا تفاعلي مع الزب جاكت زبت طلع فيني يا دكتور رول 1 سين 26 تيك 28 ساوند 1 هذا مش هو هذا هو اول مره سا محمود ها هذا الاسم الاسم جالس ليك ما تحرك يلا يلا الله يسلمك يا صفاء انت داريه كم جلسنا نخطا في الطريق والله العظيم اكشن كل اللي بتشتغل يعني تقدر تقول يوم واو ويوم ماشي وعجله زيد شوف زيد للاستاذ عبد الله التصوير مسوي زيد اخوك مشاهد خلينا نزيد لا تزيد التصوير بطل الزبد زبد جاكي يديني الحاج يلا شباب يلا هلا شاهية يا دكتور علي ينفع تفوز مرة ثانية؟ لا ما اول شيء احفظ هاك قبل ما تضحك لا 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 مش مشكلة فوري 1 خليه يطوي بها خليه يطوي بها حالكم شفتوها كذا؟ شد ركن 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 كل بس وبعدين لك معنويه تحت عمري
اميري. لا انا مش شل اميري. اوكي ده اوكي من النص يعني. ايه كذا بس شوفي. كل عيد بلد كليتوني ويخاطر بحياته عشان انا اللي بشتري الان. انا بحب اخي يحيى. لكن انا مش جزد على امي حزن. خرجتني عن دوري اليوم حسيت اني ما كنتش عارفه ايش اقول ولا ايش اعمل ولا اول مره يمر بحياتي مشهد زي هذا بجد والله ما اتمناش اني اشتغل زي كده خالص بالعكس انت توصلي هذا الشيء للمشاهد بالعكس هذا يشرفنا كلنا وبالعكس بنشجعش انك تشتغلي مره ومرتين وثلاث بهذا الشكل اول واخر مره اشتغل هكذا اول واخر حاجه ميت من حياتي ما عادش تدور يعني كيف بتسوي صدقي الان قاعد افكر بالقريه لما تروح الجنازه ايش بنعمل انا مشتي ما تبصري شو الجنازه يا خيزران ماتت ليش تشبثتي بالدور؟ عجبني عشان والله كده يا عبد الله انت مش حاسس انت ما تشوفش يعني كانت حاجه والله اني مسلسل صورتي مفتجع اقسم بالله العظيم من الباب حق الغرفه لما وصلت لعندك انا مش عارفه ايش كنت اقول ولا ايش سويت ولا اني اشوف قدامي ميت
ودائما دائما لما اشتغل موقف زي كذا اشوف واحد مليان. الله يدينا الصحه العافيه. وانت اشوفك فعلا فعلا مية قاعدين تعرفي انت اكيد تعرفي وانسان على عاده انت كنت تتكلمي معاه فجايه تكلمي جالسه تتكلم معاه كنت اقول له بنفس درجه انا من اول ما دخلت الله مشكور الله يرحمك يا زبان الله يقلعك أبدا أين ثلاثة